خلي بالك برضو استشعار العداوة مع الشيطان في الصلاة، لأن ده شيطان اسمه خنزب، عليه لعنة الله. خنزب، خنزب ده الله يخرب بيته مطرح ما قاعد، ملوش شغلانة غير الصلاة، ده تخصص صلاة. ازاي؟ او قاعد وبصص لك ها ايه وضعك مثلا، ضاعت منك مش لاقي الساعة بتاعتك، بتدور عليها مش لاقيها، هو عارف الساعة فين مثلا، شافك بتحطها بدا. ماشي طيب، يبقى الساعة في الكومودين، اوكي ماشي سيبك ها. اول انت ما توقف بقى تصلي الظهر في نيتك، طبعا مش بنوات تصلي الظهر 4 ركعات حاضر جماعة في الصف الاول في مسجد ما مش عارف ايه في شارع كذا امام عبد البقال، وهو ايه ده ايه ده، ما الله عز وجل يعلم انت هتصلي ايه، انما العمل بالنيات والنيه محل القلب. خلاص نيتك كده اصلي الظهر او ده خلاص بس ها. الله اكبر، تشيل الدنيا كلها ترميها وراك كده وخلاص، وداخل على الله عز وجل، يجي لك خمزه الساعه في الكومودينو بس لخبط لك صلاتك. سبحان الله، تبقى قاعد والمحمول جنبك ما حدش بيتصل بيك، اول الله در على طول تتربتر ليه يا ترى مين، وكلش اللي انا مش بوظ لك صلاتك، لخبطك في الصلاه خنزه. طب نعمل ايه قبل ما تصلي؟ قبل ما تصلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تفل من غير ريق اسمه تفل، تهف لام تفل، لما بصق ويبقى بالريق واحد بتف بقى، لا ده تفل، تفل من غير ريق، تدفل عليه 3. طب واحد يقول لي جالي في الصلاه بقى وملخبطني في الصلاه مش عارف اركز، وانت في الصلاه برضه ممكن تعمله كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتكمل صلاتك هتعمل ايه؟ هتضيع الصلاه. تدفل عن يسارك 3 تفل، عارف التفل ده زي ايه؟ زي ما تحلم ما تشوف حلم مزعج بالليل، تروح قايم تدفل عن يسارك 3 وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واقلب وضع نومك وما تحكيش لحد. بس طبعا وانت بتدفل عن يسارك 3 خلي بالك مين اللي جنبك، يعني لو مراتك نايمه جنبك ما تجيش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هي الشيطان انت بتسهبل، يقول لي اصل انا عايز ادفل عن يساري، لما تتعدل كده يا اخي يبقى بعد عنها خالص وتدفل 3 ها. زي التفل زي ايه؟ لما بتيجي اخر الليل مثلا قبل ما تنام بتعمل كفين ايدك كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. خلصت؟ تفل من غير ريق، ها امسح بقى، بص ادي الايه، عينين مناخير بق ودان، ادي دماغي، ادي دراعاتي، ادي جسمي، ادي رجلي، 1 كرر، 2 كرر، يعني مش تقول كرر في بق، لا كرر يعني تقول، يعني تقول قل والله وعد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، قلتهم تمسح 2 تمسح 3 على جسمك، يبقى الحمد لله حصنت نفسك، حصنت زوجتك، تخلي زوجتك تعمل كده وعيالك برضو كده الحمد لله. إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام، فأبواه أبوه وأمه يهودانه يعملوا يهودي أو ينصراني يعملوا نصراني أو يمجساني أو يعملوا مجوسي، ولذلك عند المسيحيين بتاع اسمها التعميد، لازم الولد يتحط في التعميد يدخلوه في المية يطلعوه إيه بقى مسيحي، يبقى كان الأصل فيه إيه مسلم. سبحان الله، قال بتقولك واخده دكتوراه في الباليه العري ده وتجسيم جسمك وطلع تجري ورا راجل عم راجل عم يجري وراكي وماشيين على صابع رجليكو، تقولي دي دكتوراه في الباليه؟ الدكتوراه إيه يا أخوالي؟ زي واخد دكتوراه في اللاهوت إن ربنا 3 لا إله إلا الله، دكتوراه في الشرك ان ربنا 3